تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. نرحب بفريق العمل معنا في التنسيق ميرا الغفلي، صبحت الله بالخير ميرا، وأيضا في الإخراج ناصر السليمي، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في تفاصيل هذا البرنامج. خلونا نرحب بالدكتورة ندى الملا، صبحت الله بالخير. قد بعد بتسكر البرنامج وبنروح بيتنا وخلاص خلصنا البرنامج اليوم. صباحكم ورد وصباحكم جمال في يوم الثلاثاء. يوم ثلاثة صح يا الثلاثاء الجميل. يحبون ثلاثة أنفار. يحبون ثلاثة أنفار. أنا أحب الثلاثة لأن يوم هادي تحسه في نص الأسبوع بعيد عن زحمة الأحد وعن زحمة الخميس. تي هادي ما يكون في أكشن، الناس هادية رايقة. فذكركم بأرقام التواصل عشان تتواصلون معنا على 600-551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين على نور دبي على الانستغرام. طبعا تفضل. على كيف تشوفي تقسمين الايام؟ هذا اليوم الاحد يحبك الاحد، والخميس ما الونيس، واثنين يحبونك الاثنين، والثلاثه اليوم الهادي. انزين اوكي، شو ما نقول بعد. عموما ما ناخذكم في رسالتنا اليوم الدراسه الحديثه اللي بنتكلم عنها، بتكلم عن البدانه، وتقول الدراسة أنها توصلت إلى أن البدانة وارتفاع ضغط الدم قد يمارسان دورا في زيادة خطر الإصابة بتوقف القلب عند الشباب بشكل يفوق ما كان يعتقد سابقا. يقول المعد الرئيسي للدراسة الدكتور سوميت شوغ، زين، المدير المساعد لمعهد سيدارز للقلب بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية. شكرا دكتورة. من شأن التحري عن هذين العاملين يعني أن يساعد على الحد من معدلات الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية عند البالغين. وبحسب الباحثين فإن توقف القلب ينجم عن ضعف في النشاط الكهربائي القلبي، وهو يختلف عن النوبة القلبية التي تنجم عن انسداد أحد الشرايين القلبية، ويحدث توقف القلب بشكل مفاجئ وقد لا يترافق بأعراض أو علامات تحذيرية سابقة، وغالبا ما يؤدي إلى الوفاة. قام الباحثون بتحليل بيانات 3800 حالة وفاة بتوقف القلب عند المرضى في ولاية أوريغون الأمريكية، مع التركيز على الشريحة العمرية اللي هي ما بين 5 سنوات لين 34 سنة. وجدوا بأن عوامل أخرى كانت ترتبط مع الإصابة بتوقف القلب مثل البدانة، ارتفاع الضغط الدم، ارتفاع مستوى الكوليسترول، السكر، التدخين، إذ تزيد من خطر الإصابة بتوقف القلب بنسبة 60%. بحسب معد الدراسة اللي قلنا اسمه شوغ، زين، يقول فإن هذه الدراسة التي استمرت لأكثر من 10 سنوات تساعد على فهم أعمق للتوقف القلبي عند الشباب. يعني وايد قمنا نسمع دكتورة الفترة الأخيرة، يمكن ما أدري هل هي كانت تحدث سابقا، ما كان في وسائل تواصل اجتماعي توصل لنا هذه الأخبار، ولا هي بالفعل زادت في الفترة الأخيرة؟ مثال دكتورة يعني السكتات القلبية هذه اللي تحدث مرة واحدة، الواحد يكون معانا انزين يرقد ينش ما ينش يرقد ما ينش صح؟ اوكي، هل اللي كنت بتقوله صح؟ انا ما فهمت انت شو قلت. يعني يرقد ما ينش خلاص، يعني يرقد ينش ما ينش، لا ما ينش، التيله سكته هو راقد.
كان يقولون يوقف قلبه هو نايم. شوف محمود الفكرة ان قبل مثل ما انت تقول ما كان في وسائل تواصل تنشر المعلومات بهالطريقة، فكانت الناس تستقي معلوماتها يا من الانترنت. لا لا انا كنت اقصد اللي يعني الاخبار ما كانت توصلنا بهذا الشكل، لكن حين يعني عن طريق الواتساب يعني يخبرون ان جزاهم الله خير في 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 جنازة في المكان الفلاني ولا في كذا او في شخص توفى بسكتة قلبية وغيره وغيره. صح أي. الواتساب صار سهل وايد يعني صرت تعرف، بس مو بهذه القضية. القضية الحين بالنسبة للدراسة النتائج اللي حطت في هذه الدراسة الدكتورة يعني نتائج خطيرة. هو محمود هل النتائج اللي وصلت لها الدراسة ترى مو بجديدة، من زمان احنا ننادي ونقول ان الامراض المزمنة زيادة الوزن التدخين السكر ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول يسهم في امراض القلب التي تؤدي الى الوفاة. فالناس اللي الله يهديهم ويصلح بالهم لما يجون العيادة يقول لك دكتورة سكري خفيف كوليسترولي خفيف، فما يلتزم بالنظام الدوائي اللي احنا نعطيه واحنا نحذره ان حتى لو تحس ان سكرك خفيف وانت ما عندك اعراض ولكن السكر والكوليسترول وارتفاع ضغط الدم فإنهم يعملون داخليا بالصمت وانت ما تحس على انهاك عضلات القلب، على تأثير على الموجات الكهربائية في القلب، على الكلى، على الكبد، على جميع اعضاء الجسم. فعشان شي يا جماعة لا تستهينون بالسكري او باي من نوع من نوع الامراض وبالبدانة المشي. طبعا محمود تذكر كذا دراسة قلناها ان قاموا يربطون الاصابة ببعض الامراض مو بس بالبدانة، حتى معدل الدهون في الجسم. معناه انا اي شيء اكله حتى لو كنت مبدين اكل دهون زيادة فاكلي اكل مو بصحي ممكن اصاب بامراض القلب السكر ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول. فهذه دعوة عامة لحياة صحية، توقفوا عن التدخين، ترى التدخين ما يسوي شيء غير يحرق زهرة شبابكم. عندنا عيادات تساعد على الاقلاع عن التدخين صباحا ومساء. اي حد حاب حتى محمود احنا دائما نقولهم مو لازم انت تكون مقتنع بالفكرة 100%، روح خذ استشارة اولية بس اسمع الدكتور شو بيقولك. احيانا بس بهالجلسة ان انت قاعد في العيادة وتسمع الدكتور شو يقولك عن مخاطر عن وترى اسلوب الطبيب يوم احنا تروح العيادة لما نسمع من المرضى جدا جدا كأنه صديقك، حتى ما يقعد يقولك لازم توقف وراح تموت راح يجيك سكتة، يكلمك باسلوب كأنه صديقك قاعد معك يسمع منك ويعطيك. فالناس يدخلون العيادة يطلعون انزرعت فيهم بذرة ان راح نوقف من التدخين، فتوقفوا عن التدخين. طيب البارحة ما شاء الله حضرتي خيمة مركز صحة دبي، بعد قلت لي 4 مرات على الهواء قلت لي ما حضرتي رحت كان صراحة مكان جميل. انا انصح كل حد انه يسير باقي شهادة اليوم وباشر اخر يوم ما علي لين باشر في وقت عندكم من 5 العصر إلى 10 بالليل. المكان جميل في احدث الابتكارات، سيروا هناك وجربوا العيادة المتنقلة. انا رحت هناك وإلى داخل فعلا كأنكم في الفيرست كلاس، كان في الفيرست كلاس في الطيارة. اوكي تي مسكر عليكم تي. طيب انا كنت ساير المركز بالسيكل هي انا تي تأخر زين ومتصلة فيني دكتورة ندى يمكن 10 مرات وينك وينك زين، قلت لها جاي بالسيكل زين زين وتأخرت محمود. تأخرت كم؟ وصلت 7:30 يمكن وأنا لازم أنام 8:30. طيب المهم استانستي في المكان هذا؟ ايه مكان جميل. شو شفتي؟ خبرينا. اول شيء شفنا العيادة المتنقلة اللي امس كان نتكلم عنها اللي تعطيكم كشف كامل خلال 4 ساعة. صراحة شيء جميل يعني صراحة لو تم تطبيقه فعلا راح يكون وتم تطبيقه لا يعني يطبقونه في الاماكن اللي نحن نتري انتشاره قصدي فراح يكون فعلا يختصر عليكم الوقت والجهد، تتواصل مع الطبيب ما في داعي تجي للعيادة، يحميك من بعض الامراض اللي تجيكم لما تدخلون العيادة. بعدين شفنا مع الاستشعار عن بعد في العلاج الطبيعي جهاز قمة في الروعة. أنا أخذ معي الجهاز البيت جهاز صغير مع مثل أحزمة تلبسونها على المكان المفروض تسوون في تمارين الرياضية مع العلاج الطبيعي ويسجل كل الحركات ويقول لك هل أنت تمشي حسب الموصى عليه ولا لا. فجهاز جدا جدا جميل فعلا اللي يسوون علاج طبيعي رح يستفيدون منه جدا، خصوصا أنه صغير ويوصل النتائج توصل على طول عند طبيبك، فيرد ينصحك ويقول لك سوي تمرين اليوم عيد التمرين الأول فالطبيب يتم مراقبك يعني. جميل. طيب نحن نطلع فاصل مناخذ بعد الفاصل تفاصيل أكثر عن بعض المواضيع الخاصة اللي تعرض في خيمة أو مركز صحة دبي للابتكار في السيتي ووك، وطبعا الجماعة موجودين إن شاء الله من الساعة 5 لين الساعة 10
اليوم وباكر، باكر آخر يوم إن شاء الله. هذه النصيحة، مروا حتى المنطقة ككل فيها ابتكارات يعني من كل الدوائر، بتحصلونها في سيتي ووك منتشرة. صحيح. وانت تتمشى تستانس بهذا الجو الجميل، تمر في هذا المكان الراقي الجميل الرائع اللي يعني ينقلك شوية خارج ضغوط الحياة. صحيح. تروح تستانس في ضيافة حلوة وشاي وقهوة، يعني واحد يصير يتمشى ويغير جو ويشوف الجديد. اوكي، نطلع فاصل وما ارجع لكم ان شاء الله. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اذاعتكم المميزه دائما اذاعه نور دبي. ارقام التواصل معنا 600551414 ورسائل النصيه على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. طيب، كنا نتحدث عن مركز صحه دبي للابتكار، وهنالك يعني من الاشياء المبتكره عندنا دكتوره في عياده جديده. هذه العياده موجوده عندكم في البرشه بعد. نعم، برشة وند الحمر. وند الحمر. العيادة معنية بالصداع. تسموها عيادة الصداع الذكية، يعني تعرفون صداع ذكي؟ ها؟ كيف يعني صداع ذكي؟ أحب تخبركم عنه. إلهام. دكتورة إلهام النعيمي، أخصائي أول طب الأسرة، مدير خدمات الـ 24 ساعة في مركز البرشة الصحي. صبحت الله بالخير دكتورة. صبحكم الله بالنور، شكرا على الاستضافة. في صداع ذكي وصداع غبي دكتورة؟ لا، عيادة الصداع الذكية اللي هي العيادة الذكية مش الصداع. أوكي، شو هي هذه العيادة؟ العيادة تعتبر مثل، طبعا ما الكل عارف أن في عيادة الصداع، في عيادة البرشة وعيادة ند الحمر. اللي هي اللي يكون فيها الدكتور موجود، طبيب الأسرة وطبيب أخصائي الأعصاب. عيادة الصداع الذكية هي امتداد أو عبارة عن إضافة لخدمة عيادة الصداع، عن طريق أن نستخدم فيها جهاز الروبوت الآلي عشان نتواصل مع الأطباء الأخصائيين في المستشفى. فبهالطريقة نحن نقدر نستضيف المتعامل أو المراجع، يكون عندنا قاعد في عيادة دكتور العائلة اللي تابع دائما وياه، ونتواصل مع الطبيب الأخصائي في المستشفى، فيكون في حوار حي مباشر بين المريض وطبيب الأسرة وأخصائي، يتناقشون فيها عن خطة العلاج اللي أوردي بدأ عليها المريض، الأدوية، ممكن في سايد افكتس أو مضاعفات من الأدوية، أشياء معينة حاب أن المراجع يستفسر عنها من الأخصائي، فيكون في مثل نقاش كامل حول الحالة. جميل. شو فائدة تطبيق عيادة صداع ذكية، أن تكون عندنا عيادة ذكية غير عن العيادة العادية اللي عندنا يوم الأثنين؟ طبعا احنا من أكثر التحديات اللي نواجهها في المجال الطبي وقت الانتظار. صح. فنحن بهالطريقة، وحسب ما وجهنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ان احنا لازم نوصل بخدماتنا للمرضى ونوفر. صحيح. على المريض المشوار او الرحلة من مكان سكنه الى مكان وجود الخدمة. فنحن بهالطريقة وفرنا على المتعامل، انه بدل ما يروح لمستشفى راشد ويعلق في الزحمة في بعض الايام، يبنى الخدمة موجودة عندنا في مركز البرشة، تكون قريبة من بيته، في نفس الوقت يحصل على كل الخدمات في نفس المكان وفي زيارة واحدة. جميل. كم عدد الناس اللي استفادوا من خدمة عيادة الصداع الذكية دكتورة إلهام؟ نحن بدينا في عيادة الصداع الذكية في شهر سبتمبر من سنة 2017 لين الحين تقريبا نشوف بمعدل 40 مريض في الشهر. جميل. تقريبا 100 وشوي شفنا لين الحين من المرضى. ممتاز. عيادة الصداع الذكية يتم إدارتها عن طريق طبيب أسرة يكون موجود. نعم. في المركز. نعم. ففي تدريب معين أخذوا الأطباء عشان يقدرون يدورون هاي العيادة المتخصصة؟ نعم، الحمد لله نحن عندنا في عيادة البرشة تم تشكيل فريق من أطباء الأسرة وتدريبهم على التعامل مع حالات الصداع. فيقدر حتى المتعامل بعدين، حتى لو أي سبب من الأسباب ما قدر يتواصل مع الطبيب الأخصائي، يقدر يراجع طبيب الأسرة، لدائما هو مسؤول عن علاج في مختلف الحالات، مو شرط العلاج يعني. هو في علاقة متبادلة من الثقة يعني بين المتعامل وطبيب الأسرة، لازم تكون موجودة. فيقدر المتعامل يرجع للطبيب، وبالعكس يعني مدربين وما شاء الله عندنا كفاءات جدا ممتازة في العيادة، فيقدر المتعامل يتواصل مع الطبيب في أي وقت. أوقات عمل العيادة؟ العيادة موجودة كل يوم أربعة من كل أسبوع، تم فيها تسجيل حالات للمتابعة.
الحالات الجديدة اللي أول مرة يشوفها الطبيب تكون في حالات الصداع كل أثنين تكون موجودة في البرشة وند الحمر، يكون طبيب الأخصائي الأعصاب موجود شخصيا عشان يشوف الحالة، لكن للمتابعة يوم الأربعاء. زي هذا الروبودوك شو مميزاته؟ يعني مميزات الروبودوك أول شيء يتميز بتقنيات عالية، الشاشة الموجودة فيه مزودة بكاميرا عالية التقنية، في أجهزة متصلة بالروبوت نفسه تساعد على التشخيص، في سماعة مثلا إذا أنا الدكتور في المستشفى يبغي يسمع دقات قلب المريض مثلا ممكن أحط السماعة على صدر المريض يسمعها هناك الدكتور عن طريق سماعة هو يحطها على أذنه هيدسيت. شفت في تليفون بعد عنده. وفي تليفون بالضبط يعني ساعات في أشياء معينة يبغى الدكتور يتناقش فيها مع الأخصائي ممكن يستخدمها عشان يتكلم مباشرة مع الطبيب. جميل. إنزين هني أنا بس أنت دكتورة ندى يعني هل تفكرون أن تعممون مثل هذه السؤال لكم أنتم الاثنين يعني الفكرة هذه فكرة العيادات الذكية على تخصصات ثانية على مواضيع ثانية؟ يعني روبو دكتورة بعد مفروض انه يفهم كل شيء بالضبط صح. واحنا اوريدي رافعين طلب ان نبغى نخليه حتى في مجال العيون الجلديه وغيرها لانه وادي سهل محمود التواصل بينه بين الاخصائي مثل اون سبوت او في نفس اللحظه، ما في داعي المريض ياخذ موعد ويتريى، التشخيص يتم في نفس الوقت. واكيد دكتور ايهام عندها معلومات اكثر عن الموضوع. دام الجهاز موجود عندنا هو عباره عن جهاز وشيء خاص بالتكنولوجيا، فليش احنا نوظف تكنولوجيا في مجالات وايد مختلفه عشان في النهايه نخدم المتعامل؟ فمثل ما تفضلت الدكتوره ندى بالعكس في توجهات ان احنا نخاطب ادارات اخرى ونخاطب اقسام اخرى في المستشفى ان احنا ممكن نتعاون معاهم علشان نفتح عيادات ذكيه زياده سواء في الفتره الصباحيه والمسائيه عشان نسهل وصول خدمه للمرضى. هذا الله يسلمك. يعني كنا نحن نبغي المطر يصب علينا صبيب يمكن اليوم ان شاء الله يقولون اليوم او بكره. زين سمع الحين مو بهني القضيه فيتني الدكتوره الهام تقول لي خافت على روبوتك مالها؟ ايه قالت محمود اذا نزل مطر راح اشل روبوتك. قلت له ليش؟ قالت لا لان اذا اخترم طرش امريكا وبياخذ وقت لي ما هذا. قلت لها يعني علاج في الخارج حتى روبوتك العلاج عشان شي امس صرت ما حصلته. قلت لها ليش؟ كانت تقول لي لا خاف عليه مطر ينصب عليه مطر ما اقدر. هذا عشان مبين بس انا ما زال ان الثقه لازم تكون عاليه بالكفاءات البشريه. ايوه يعني صحيح. هي تمشي الالات هذه هي عباره عن مجرد الات في اي وقت ممكن ما تشتغل او تؤدي وظائفها. انا اختلف معك. المفروض ان المستقبل يذهب نحو التكنولوجيا والتقنيات والتكنولوجيا هذه بتقلل من الاخطاء البشريه صحيح. اللي قد تحدث لا انا مع ليش ما يعالجني روبوت هاتي عندي؟ بالعكس بس في النهاية منو اللي بيشغل الروبوت؟ منو بيشغل؟ منو بيعطي له الفيدنج المعلومات؟ والروبوت لو طلعت حالتك لا سمح الله خارج المعلومات اللي احنا معطينها في الروبوت شو بيسوي؟ بيشير ما بيقدر يشتغل. لازم الطبيب وهو يشخصك صح. لو قلت له عرض من الأعراض ما سوينا له فيدنج ما دخلنا شو بيسوي الروبوت؟ لن يستطيع أن يحلل تلك البيانات. صحيح. سوف ترجع إلى الطبيب. والله دكتورة يعني أنا أقول لك شو ما تقولون شو ما تسوون هذا المستقبل. هذا رأيك. إنزين لا مو برأيي هذا المستقبل. شوفوا يا جماعة الخير في النهاية يعني في وظائف بتروح ووظائف بتطلع. صحيح. إنزين لكن بدل ما أنا أحط لي 20 دكتور ممكن أحط واحد ولا اثنين صح ولا؟ صحيح. فكرة الذكاء الاصطناعي يا أخ محمود إن نحن شكثر نعطي الجهاز معلومات والجهاز هذا يسوي بروسيسنج حق المعلومات ويؤدي الوظيفة بشكل عشان نطلع نسبة الأخطاء من الموضوع. فصح كلامك إن شاء الله. يعني أنت معايا حين في جزء معين. نعم. إزاي دكتورة إلهام نروح للاستوديو عيادة الصداع الذكي اللي احنا عندنا. شو كان الحاجة أصلا لوجود عيادة صداع؟ احنا تكلمنا الموضوع من قبل بس صحيح. اللي ما سمعنا نأكد ليش فتحنا عيادة بالذات للصداع؟ صحيح. طبعا في البداية نحن كنا نعرف ان الحين مع التطور والتقدم حالات الصداع ياسة تزيد، الاسترس يسبب صداع زيادة في هالأيام، فشفنا ان الأعداد الناس اللي يجون عندنا العيادة او قطاع
المراكز الصحية بشكل عام في تزايد اللي يشتكون من الصداع. والوقت الانتظار قاعد يزيد في المستشفى فالناس يتأخرون فارتفع وقت الانتظار. شفنا ان في حاجة فعلا ان احنا نقلل وقت الانتظار فنفتح عيادات متخصصة في المراكز الصحية تسهل على المتعامل رحلة الوصول الى المستشفى في نفس الوقت وقت الانتظار. فتعاوننا مع قسم الاعصاب في مستشفى راشد وبالعكس ما قصروا ورحبوا في فكرة جدا. وتم افتتاح عيادة صداع في الصيف الماضي في عيادة ند الحمر وعيادة البرشة. واعتقد هل يأكد محمود الكلام احنا دائما نقول لما يطرشونا مسجات يقول انا عندي صداع شو اسوي؟ فدائما نقول الصداع عبارة عن عرض ولكن يحمل تحته ممكن مجموعة من الامراض والمسببات. فما نهمل، والدليل ان فتحنا عيادة كاملة فقط للصداع لان الصداع يعني مصطلح واسع تحت كثير من الأعراض والأمراض والأعراض المصاحبة له. فواحد ما يهمل حتى الصداع، صداع الخفيف اللي يروح ويرد من فترة لما تكون تعبان أو مو بنايم هذا صداع عادي، ولكن صداع اللي كل يوم يكون شديد يوعيك من النوم مع زغللة في العين دوخة أي شيء لازم تشوف الطبيب ويقيم الحالة. وحب أذكر بعد ندى أن عيادة الصداع الموجودة عندنا الأولى من نوعها في المنطقة من حيث أنها نستخدم فيها عدة طرق لعلاج الصداع. عندنا أخصائي الأعصاب، عندنا طبيب الأسرة، عندنا أخصائي نفسي، عندنا مثقف صحي على أساس أن المتعامل يحصل يغطي مشكلة الصداع من كل الجوانب اللي ممكن تسببها. جميل. طيب إذا واحد مصدع من البيت مثلا من الدوام مثلا من إذاعة مثلا؟ لا الدوام زين، الدوام حلو. أوكي. من البيت مصدع شي يسوي؟ ياخذ حبتين بردول ويتحسب الله ويكمل ويرد بيته ما اخر اليوم. انزل يلا حسبي الله ونعم الوكيل. هنسولف وياكم دكتورة، يعني جهد مبارك، يعطيكم الف عافية. وبالعكس دائما ما نستانس لما نشوف التقنيات العالمية قاعدة تطبق عندنا في إمارة دبي. نحن قاعدين نعيش يعني المستقبل في كل جوانبه، ويعني القطاع الصحي يحتاج العمل بشكل كبير عندنا لأنه قطاع متطور بشكل ما تتخيلونه مستمعين الكرام. هني بس قبل أختم معاك، في عندنا الحواء يسأل يقول كم نوع صداع موجود؟ كم نوع من أنواع الصداع دكتورة عندنا؟ عندنا وايد أنواع من صداع محمود. في عندنا صداع التوتري، في عندنا صداع النصفي، في عندنا صداع المصاحب لمجموعة من الأمراض. فالصداع في وايد منه أنواع، وفي أنواع من صداع متداخلة، يعني يكون واحد يكون عنده أكثر نوع من أنواع الصداع. فإحنا كيف نعرف؟ السؤال ده الناس يسألونه، كيف أعرف شو نوع صداع اللي أنا عندي؟ لازم يروح للطبيب، ناخذ منه التاريخ المرضي، الأعراض المصاحبة، لأن كل صداع له أعراض معينة في وقت معين، تصاحب أعراض معينة أخرى، فلازم تروحوا العيادة ناخذ منكم التاريخ ونحدد شو نوع صداع اللي عندكم وعلى أساسه نحدد العلاج لهذا الصداع. عندك مداخلة دكتورة؟ إلهام. إلهام، تبغينا نتكلم عن جائزة الصحة؟ هي ما قلنا. اي جائزة الصحة صح، مبروك فزتوا بجائزة امس صح، جائزة الصحة عن عيادة الصداع الذكية. هي نعم، شاركنا في جائزة الصحة لسنة 2018 عن فئة الابتكار في المجال الصحي، والحمد لله عيادة الصداع الذكية فازت بالجائزة البارحة. جميل، مبروك، تستاهلون. عن فئة شو؟ الابتكار في الصحة. الابتكار في الصحة، جميل والله. يعني هي عيادة جميلة وتستحق هذه الجائزة، وفضل طبعا فضل جهودكم. ما يفتينا كيك، ما يفتينا شيء نحتفل فيه معاك. احنا فاجأناها قلنا لها تعالي، لا الهام بتجيب ان شاء الله المرة الجاية ان شاء الله. انزين ما شاء الله عليكم، حديث مليء بالفوائد الصحية، جزاكم الله خير. شكرا لك دكتورة. شكرا. الهام النعيمي اخصائي اول طب اسرة ومدير خدمات 24 ساعة في مركز البرشة الصحي، كانت تحدثنا عن عيادة الصداع الذكية. دكتورة مشكورة، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. ويعني ما شاء الله مركز البرشة في وايد، في كثير من الخدمات، إحنا نحاول نغطي كل الخدمات، يكون one stop shop على قولتهم، كل الخدمات في مكان واحد لوصول ساعات المتعاملين.
طيب بنطلع فاصل لحما توجه الى خدمه ثانيه جميله جدا بعد تعرض كذلك من خلال مركز صحه دبي للابتكار المتواجد في منطقه السيتي ووك. اللي حاب يطلع على اخر المستجدات في هذا المجال بيكون عندنا اليوم وبكره. نعم. يعني تقدرون تزورونا من 5 لـ 10 إن شاء الله، بتعرفون على وايد أمور مبتكرة مو بس في القطاع الصحي، لكل الدوائر الحكومية، ولكن نحن ننصحكم بخيمة أو بمركز صحة دبي للابتكار، وعلى شكل خيمة يعني مركز جميل في العديد من الابتكارات. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مرة اخرى مستمعي الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة، نذكركم بارقام التواصل مع برنامجكم 600551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. ضمن مشاركتها بفعاليات شهر الإمارات للابتكار في 2018، كشفت هيئة الصحة بدبي عن نتائج المرحلة التجريبية لبرنامج وصفة السعادة للوقاية من داء السكر. بنتعرف على شو هالبرنامج وشو هي وصفة السعادة. معانا الدكتورة حنان عبيد، رئيس شعبة الأمراض الحادة والمزمنة بقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة. صباحك ورد دكتورة حنان. الله صبحك بالخير. أول شيء يعطينا شو الاسم الجميل، شو وصفة سعادة، اسم جميل، وشو الاسم روح يجيب السعادة. طبعا أكيد نحن أصلا نستهدف أن كل مجتمع الإمارات ومجتمع دبي يكونون سعداء. طبعا برنامج وصفة السعادة عبارة عن البرامج الرائدة والبرامج التي تستهدف الوقاية من داء السكري على مستوى إمارة دبي. طبعا هذا تماشيا طبعا مع رؤية الإمارات وخطة دبي 2021 واستراتيجية هيئة الصحة بدبي. مثل ما نعرف أن هناك برامج استراتيجية، صحيح. من ضمنها برنامج الوقاية وتعزيز أنماط الحياة الصحية. طبعا برنامج وصفة السعادة هو يستهدف الناس المعرضين للإصابة بمرض السكري، بمعنى أنهم غير مصابين حاليا، ولكن احتمال أنه خلال 10 سنوات القادمة أنهم يصابون بمرض السكري، وذلك لوجود عوامر خطورة أو عوامر اختطار، من ضمنها السمنة وزيادة الوزن، عدم النشاط البدني، عدم تناول الغذاء الصحي، التوتر، التدخين. هالأشياء اللي إذا كانت موجودة بها هذا الشخص وكان هذا الشخص معرض انه يصاب مرض السكري، راح نحن نستهدف هذه الفئة. جميل. شو تسووا له يعني تقريبا من خلال هذا؟ طبعا نحن درسنا كل الممارسات العالمية واكتشفنا ان هناك دول مثل بريطانيا وايرلندا تطبق هذا النظام. هذا النظام عبارة عن حلقة وصل بين الطبيب وطبعا المشارك، طبعا احنا ما نسميه مريض بس هو مشارك او كلاينتس، والتثقيف الصحي والتغذية وبعد الاندية الرياضية المحيطة بهذا الشخص. ممتاز. هذا الربط يعمل نوع من الالتزام بالنسبة للشخص، يحس أنه هناك يعني أطباء ومتخصصين يتابعون حالته. في نفس الوقت نحن نقدر نتابع المؤشرات مثل مؤشرات كتلة الجسم، مؤشر السكري، في هناك مقياس احنا نستخدمه اللي هو Diabetes Risk Assessment Tool اللي هو مقياس لقياس نسبة الإصابة لمرض السكري خلال 10 سنوات القادمة، نشوف هل هو بالمستوى العالي المتوسط أو الواطي. فهالأشياء احنا نقيسها بخلال هذا البرنامج. جميل. طبعا هذا حلقة الوصل جدا مهم. حاولنا نجرب هذه التجربة، نطبق هذه الممارسة العالمية على إمارة دبي. مثل ما نعرف إمارة دبي سباقة في المبادراتها، طبقناها على عدد من المراجعين وكانت نتائج جدا مبهرة. هني أنا تسأل يعني أنت ممكن هذه الممارسات تصلح في مجتمعات وفق يعني أيديولوجية معينة أو وفق سمات خاصة بهذا المجتمع، تعتقدين دكتورة أن نحن اللي سميتيهم الكلاينتس أو العملاء عندنا، أيوة. واصلين هذه المرحلة من الوعي أنه ممكن يدخل في برنامج مثل هذا البرنامج وأنه يكون عنصر فاعل في هذا البرنامج أم لا؟
طبعا ليش احنا سميناها تجربة؟ لان نحن بنشوف هل هالممارسة نقدر نسويها على ثقافة ومجتمع دولة الامارات ودبي. اذا نحن نجحنا والحمد لله نحن نجحنا بهالشيء، ان شاء الله راح نعمم الفكرة. طبعا نحن بدينا فيها في العام، كانت فكرة عرضناها في اسبوع الابتكار، رحنا طبقناها كمرحلة تجريبية في عيادتين، في مركز البرش الصحي وفي مركز ند الحمر الصحي. شاركونا جهات مثل الأندية الرياضية، مركز دبي للسيدات لفئة السيدات، ومركز بالرميثة لفئة الرجال. طبعا جامعة الشارجة كان لها دور بالإشراف على الموضوع، الاعتماد القياسات اللي احنا راح نستخدمها، مثل ما قلت ان هاي ممارسة جديدة، فهذا كان دور جامعة الشارقة ويانا انها تقيس هذه الأشياء وانها تكون مشرفة على المنهجية. صحيح. فبهالطريقة نحن يوم اعتمدنا المنهجية واعتمدنا الاعداد اللي دخلت معانا البرنامج وتابعنا مؤشراتهم. والشيء الثاني اللي نحن بعد اخذنا اراء المجتمع، يعني من ضمن ارائهم نحن نبغى نغير اسلوب حياتنا، نحن بننزل السمنه بس ما نعرف وين، ما نعرف وين نروح. طبعا ما في اي اشراف، طبعا اي واحد ممكن يروح اي نادي رياضي، بس وين الاشراف الطبي؟ صحيح. يعني نحن خايفين يمكن يكون هذا الشيء مش مناسب لنا، نوعيه الرياضه نفسها، نوعيه التغذيه نفسها، يمكن شيء غير مناسب. في بعضهم حاولوا نقصوا أوزانهم بس بعدين ردوا مرة ثانية. وين عامل التحفيز؟ فلازم يكون في عامل التحفيز، في عامل في عامل نفسي في الموضوع. بالضبط. نحن نقول سعادة، فأنت إذا دخلتي في برنامج مثل هذا غيرتي أسلوب حياتك، غيرت طريقتك في الحياة، راح تشعرين بالسعادة، لأن هاي هرمونات تفرز بالجسم. هذا غير أن هذا الأشخاص نفسهم يروحون بيتهم يغيرون أسلوب حياة بيتهم نفسه، طبيعة الأكل للعائلة للأطفال، راح نوصل بعد لفئات أخرى، يعني مو غير فئة الكبار فئة الصغار، مثل ما نعرف نحن السمنة منتشرة عن بالضبط. الكبار والصغار. بالضبط. دكتور حنان، المشاركين دخلوا في وصفة السعادة كم عددهم؟ كم كان رجال ونساء؟ وكيف تم الاختيار؟ شو المعايير؟ طبعا مثل ما ذكرت لك، اول شيء انهم غير مصابين بمرض السكري. الشيء الثاني يعني ما يكون عندهم امراض اخرى، يعني امراض مزمنة. ما عندهم اي مشاكل صحية مثلا في العمود الفقري او ديسك، او تكون المرأة حامل، لان راح تكون في برنامج رياضي يعني للشخص نفسه. غير كم وزنه؟ طبعا شوف، نحن دخلت عنا اوزان كبيره، يعني فوق ال 140 كيلو جرام، وفي بعضهم ما شاء الله نزلوا من هذه الاوزان ل 11 كيلو جرام، قدروا ينزلون خلال 6 أشهر فقط. هذا غير ان نسبه الاصابه، ينقصنا نسبه الاصابه بمرض السكري قبل البرنامج وبعد البرنامج، ما شاء الله مثلا فئه النساء نزلوا من المستوى العالي الى المستوى المتوسط بنسبه 13%، ومن نسبه من المتوسط الى المستوى المنخفض بنسبه 7%. هذا بالنسبه للنساء. اما بالنسبه للرجال نزلوا بنسبه 7% من المتوسط الى المنخفض. فهاي النتائج جدا رائعة إذا نحن يعني التزمنا على البرنامج، والمشارك بعد التزم على البرنامج راح تكون في نتائج جدا مبهرة في المستقبل. هذا بعد راح يصب في المؤشر الوطني للتخفيض من نسبة الإصابة بمرض السكري على مستوى الإمارات كلها إن شاء الله. تحدثت عن المستقبل، نبغي نعرف أنتم شو خططكم المستقبلية. طبعا نحن حبينا أن احنا يكون هذا الشيء مرتبط إلكترونيا بالأشخاص. طبعا طورنا برنامج حياتي، مثل ما نعرف أن برنامج حياتي عبارة عن تطبيق لهيئة الصحة بدبي. هذا التطبيق كان سابقا لمرضى السكري فقط، ولكن الآن خلينا فيها خاصية يعمل البث هذا أو السكرينينج عن طريق الآب مال حياتي. طبعا إذا الشخص دخل الحين ممكن ينزلونه أوريدي جاهز. إذا دخل في هذا البرنامج وذكر أنه غير مصاب بالسكري، فيه عبارة عن كم من سؤال يجاوب عليه،
ويحط الوزن يحط الوزن والطول يعني نحط هالبيانات المطلوبة منه يحدد له هل هو راح يصاب بالمرض السكري، هل هو بنسبة منخفض أو متوسط. طبعا النسب المتوسطة والعالية راح يحولهم علينا. جميل. عن طريق الابليكيشن، عن طريق فيدخلون بالتالي في وصفة السعادة، يدخلون على البرنامج. جميل. ما يحتاج حين ان احنا من اطباء العائلة، طبعا من اطباء العائلة في العيادات بعد في امكانية للتحويل، وحتى نحن هذا المقياس حطيناه في برنامج سلامة ليسمح لاطباء الاسرة انهم يحولون الحالات، بس بعد نقدر نستقبل الحالات من المجتمع مباشرة. جميل. اذا دخلوا الاب، طبعا نحن الاب هذا حبينا نطوره ليسع انه يكون فيها لينك حتى مع الانديه الرياضيه. جميل. ممتاز. حتى نحن نقدر الكترونيا نتابع هذا الشخص. اجى عندي انا كطبيب، راح عند المثقف الصحي، راح عند التغذيه. نعم. راح عند النادي الرياضي. شو هي المؤشرات، كيف مدى استجابته، مدى تفاعله مع البرنامج. راح يكون هذه الحلقه الوصل كلها الكترونيا. جميل. حاليا احنا في المرحله الاولى منها اللي هي مجرد المسح. ان شاء الله المرحله الثانيه يكون مثل نوع من المتابعه بين الكلاينتس او المشارك وبيننا. نعم. المرحلة الثانية بتكون في ربط مع الأندية الرياضية. جميل. دكتور حنان، ها معنا المرحلة، أنتوا المجموعة الأولى خلصت من وصفة السعادة، هل في متابعة لهم بعد ما ممكن يقولوا يتخرجوا من وصفة السعادة المرحلة الأولى أو المرة الأولى سويتوها، هل في متابعة لهم بعد هذا؟ طبعا أكيد لازم يكون لهم متابعة، لأن مثل ما تعرفين ممكن الشخص خلال الفترة الجاية يعني شوية يرجع للبرنامج أو شيء. فعشان شيء ليش احنا فكرنا فيها الكترونيا؟ صح ان احنا بنناديه مره ثانيه خلال السنتين القادمات معانا، بس بعد الكترونيا ان احنا بنكون متابعين معاه الكترونيا، ما يحتاج حتى ييني انا. صحيح. الكترونيا بتابع معاه، بشوف شو البرنامج اللي سواه، هل هو متابع لبرنامجي ام لا. طبعا هذا راح يساعدنا كثير على التواصل بين المجتمع وبيننا. جميل. نرجع للمسألة المهمة، ان البرنامج يعتمد في الأساس على التزام الشخص نفسه بهذه الوصفة. طبعا اكيد، يعني مثل اخو محمود يمكن ذكرنا عن المدخنين مثلا. اذا الواحد عند العزيمة راح يجي ويتبع البرنامج. طبعا نفس الشيء، لان هذا تغيير في سلوك وتغيير في نمط الحياة. طبعا الحين نمط الحياة يعتبر عبارة عن منهج جديد، وبالعكس الحين عمل كتخصص جديد، ممكن تخصص يعني الأطباء يدرسونها بعد طب الأسرة. طبعا قابلنا خبير من ألمانيا، هم يعملون هالتخصص، ونحن مفكرين بعد نجيب هالتخصص هنا كيف نغير أنماط الحياة. طبعا السمنة عندك، التدخين، الغذاء غير الصحي، الرياضة. صحيح. نحن طبعا الأطباء طبعا ما شاء الله داخلين في كورسات وأشياء كثيرة، بس بعد يحتاج تدريبات أكثر في مجال تخصصي في تغيير أنماط الحياة الصحية. بالضبط. فهذا شيء جدا مهم، يكونون الطاقم الطبي اللي عندنا، طاقم التثقيف الصحي والتغذية، متمرسين على هذا النوع من انواع العلم الجديد. صحيح. وهو دائما احنا نركز بعد حتى في صحه وسعاده تغيير نمط الحياه. ممكن واحد ياخذ ادويه، ولكن نمط الحياه لما انا اغيره فانا اقي نفسي حتى من الاصابه بامراض اخرى غير المرض اللي يكون عندي حاليا. فاعتقد هاي نقطه مهمه دكتوره حنان ذكرتيها، انه في وصفه السعاده دائما نركز على تغيير نمط الحياه. غير نمط حياتك، تحرك اكثر، نظم اكلك، بتقي نفسك من الاصابه بكثير من الامراض، وحتى المرض اللي يكون عندك تقي نفسك من مضاعفات هذا المرض. بما احنا نتكلم عن نمط الحياة، اكيد ناس وايد تسأل تقول شو عوامل الخطورة الاخرى لإصابة بمرض السكر غير نمط الحياة الغير صحي؟ طبعا اذا يعتمد هو على النوع، طبعا السكري النوع الثاني، نحن نتكلم عن السكر النوع الثاني الحين، احنا ما نتكلم عن السكر النوع الاول، النوع الأول لان النوع الاول اللي يكون في الاطفال وعادة تكون في مشاكل جينية. وان الانسولين لا يفرز من البنكرياس. صحيح. بس النوع الثاني البنكرياس تفرز الانسولين، بس المشكلة في مقاومة من الجسم، عشان شيء نحن نسميهم انسولين ريزيستنت. فهذا الفئة الثانية احنا مستهدفينهم في هذا البرنامج.
لأنهم إذا توفرت هذه العوامل الاختطار هذه اللي هي مثل ما ذكرت السمنة وعدم ممارسة الرياضة والتدخين والسترس راح يظهر فيهم هذه. صحيح. طبعا الدراسات أثبتت إذا نحن دخلنا مبكرا في الموضوع أنماط الحياة الصحية راح ننزل نسبة الإصابة بمرض السكري بنسبة 58%. جميل. ممكن أنها أكثر من النص هي ممكن أنها ما تظهر وممكن نأخرها نأخر الإصابة بمرض السكري. بالنسبة لأنماط الحياة الصحية طبعا العيادات اللي بتكون العيادات اللي بتكون موجودة بتكون موجودة في مركز البرشة وند الحمر اللي سوينا فيهم المرحلة التجريبية والطاقم الملتي ديسيبلينري تيم الطاقم كلهم بيكونوا مع بعض موجودين. يعني هو الشخص يشوفهم كلهم في نفس اليوم, يعني مش انه يشوف حد وحد, لا يشوفهم كلهم نفس اليوم, يكون في برنامج موحد لهم. وطبعا بنكون متابعينهم وبنسميها هاي عيادة الحياة الصحية بتكون اسمها. وان شاء الله هاي ان شاء الله على الشهر الجاي بتكون مفتوحة العيادة بشكل رسمي. وطبعا الاشخاص بيكونوا محولين لنا سواء عن طريق عيادات الاسرة او عن طريق الابليكيشن او التطبيق حياتي. جميل. اللي يسمعون الحين ويبغون ينضمون الى وصفة السعادة يدخلون ينزلون تطبيق حياتي وطبعا يذكرون انهم غير مصابين. طبعا بيهم اختيارات هل انت مصاب بالسكري النوع الاول او النوع الثاني او غير مصاب. بس يختارون انهم غير مصاب, يلهم كم من سؤال جاوبون عليه وراح يتوصلون على طول فينا, راح يكون لهم اتصال من العيادة لتحديد الموعد. كم حاطين انتم تقريبا متوقعين المشاركة في هذه الوصفة؟ والله يعني نحن يوم بدينا المرحلة التجريبية الكثير يونا, بس مثل ما خبرتك يعني نحن تسنيد هي ففي ناس يعني ما انطبقت عليهم المواصفات. فالبرنامج متكامل, البرنامج مكثف, فالعزيمة مهمة. صحيح. بتغيير الأنماط الحياة. البرنامج استمر 6 شهور, يعني واحد يدخل في 6 شهور البرنامج التجريبي. أيه. بس الحين اللي نحن بنسويه لين ما نوصل الأهداف, يعني كل شخص يكون هدفه مختلف عن الثاني. فكل شخص يعني مثلا يريد يوصل لهدف معين حسب كتلة الجسم وحسب نسبة الإصابة بمرض السكري. نحط له أهداف, يعني ممكن يكون هو في مرحلة متوسطة ممكن نحط له هدف أنه يوصل للمنخفض أو من مرحلة مرتفعة. صحيح. فكل واحد يكون الخطة مختلفة عن الثاني حسب احتياجاته. وهذا شيء العزيمة والإرادة. كم يوم يمر عليكم العيادة تقريبا ضمن البرنامج في الأسبوع؟ كم يوم هو طبعا العيادات بتكون موجودة مرتين في الشهر في كل مركز صحي. أوكي. طبعا هو ما يحتاج يجينا كل مرة. هو تبين المرة الأولى اللي بيكون فيها الفحوصات, بنسوي فحوصات دم نشوف نسب إذا في سكري أم لا, الكوليسترول والأشياء, تخطيط القلب طبعا أساس نطمن نحن بنودي الشخص يسوي رياضة. طبعا نسوي له قياس نسبة السكري هذا وبعد نسوي نوع من الأسسمنت نشوف العضلات والتقبله أو أي نوعية من الرياض يحتاج. أوكي. طبعا هذا بيحتاج يوم واحد منا. بيشوف الفريق الثاني, بيعطونا النظام الغذائي والنظام التثقيفي. هذا كله ببلاش دكتورة ولا نحن طبعا خدمتنا الحمد لله يعني مجانا, بس يوم بيرتبط بالنادي الرياضي نحن الحين عملنا اتفاقيات مع الأندية الرياضية المحيطة. أوكي. في المراكز الصحية. أوكي. حبينا نحن نستفيد من المراكز الصحية أن كل واحد يكون المركز الصحي حواليه فيه خدمات. صحيح. خلينا نستفيد من الخدمات. أنا ساكن مثلا في البرشة, شو الخدمات اللي حوالي؟ سوينا من نوع من الاتفاقيات بيننا كهيئة صحة دبي والأندية الرياضية اللي عندها أفرع في كل الأماكن. وهذا الاتفاقية طبعا يكون في نوع من العرض الخاص. خصومات وكذا وغيرات. هي كخصومات. يأخذ باكج. يأخذ باكجات هي بهالطريقة. طبعا نحن بعد يعني دفعة جدا يعني بسيطة من النادي. طبعا لأننا نبغي نوع من الالتزام. فإذا حس خلينا كل شيء مجانا ما بيلتزم. بس إذا دفع مبلغ بسيط للنادي. صحيح. وهذا طبعا ريكومنديشن منه. فبيكون في نوع من الالتزام. ايه. هو استثمار بالصحة طبعا. واحد لما يدفع للنادي يستثمر في صحته هو في النهاية. يعني عارف واحد من الشباب يشترك كل سنة زين يتحرى عمره بيضعف بس بالاشتراك. بالنية. بالنية. بس إذا شاف إنه في حد يتابعه. صح.
لدرجة يقولون الناس خلاص خلاص كافي لا تصلون يعني إنه في حد وراء يعني فبيحس إنه في نوع من الالتزام. إنه مثل ما نعرف يعني السكري جدا منتشر وخاصة منتشر في منطقتنا. طبعا السكري يأثر على مش بس على الصحة على بس حتى الإنفاق. يعني أنت تخيل الإنفاق سنويا في الإمارات للسكر المضاعفات توصل إلى 9.8 مليار درهم. صحيح. فيعني الموضوع خطير كبير يعني. خطير ومحتاجين نحن كذلك مثل هذه البرامج أن تعمم بشكل كبير وأكيد فيها الفائدة الكبيرة. الدكتور حنان عبيد رئيس شعبة الأمراض الحادة والمزمنة بقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية، نحن شاكرين لكم على هذا البرنامج الجميل برنامج وصفة السعادة ونتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا لك. العفو شكرا. بس تدرين يعني دكتور حنان ذكرت شغلة والله ياريت أنا بعد أتمنى يعني الحين نحن عندنا مشكلة ساعات بساعات والله وايدين يجون على موضوع المواعيد ما يلتزمون بمواعيدهم الصحية مع الدكاترة فلو يحطون غرامة عليهم تقريبا صدق يعني هذا المفروض عشان ما يضيع الدور على حد ثاني لأن عدم الالتزام مشكلة بالضبط. ترى فالالتزام بهذه الأمور يعني بتعطيك آفاق كبيرة أنك أنت تطور من المنظومة كلها بالضبط. يقبلون من إمارات ثانية ولا بس دبي؟ أعتقد بس دبي دكتورة حاليا دبي فقط إن شاء الله تتوسع. عموما شاكرين لكم متابعتكم. شكرا لك دكتورة ندى الملا. شكرا لكم. ناصر السليمي في الإخراج وفي التنسيق كانت معانا ميرا الإخفلي وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد نقول لكم حتى ذلك الوقت دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.